Tommy, Tommy! اليوم راح نروح على كوكب ناميك ومعاي 4000 تي في. فمثل ما لكم شايفين وليفلي 6 كمان ورجع شعري اسود لان جبت تنين الكرات تبعت الارض وطلع كتير ضعيف، يعني بس بيعطيك 3 حبات دايموند او بيعطيك سلاح او هيك شغلات. فقلت ما محرزه اني هلا اجيبه بتصوير ونروح وقت على الفاضي. فمعاي هلا هدول 4000 تي في جمعتهم بصعوبه. فهلا انه بدنا الراقين احنا، اوكي انا بدي اشتري من عند هذا، اوكي هاي بدي اشتريها من عنده. هاي بتخلينا نزيد قوتنا اكثر فوق مثل ما كنتم شايفين عند الخط الاحمر. لازم نزيده اكثر من هيك. هاي رح نزيد لنا اياه مشان الكاميها تصير اقوى وضربتنا كمان تصير اقوى بنفس الوقت. فاليوم ان شاء الله رح نروح مشان نقتل جيش فريزر ان شاء الله بالحلقات الجاية لانه كتير صعب لسه علي. فاوكي اول شيء مشان طبعا هلا اذا بتشوفوا هون محتاج كمان ميند 5 منه، انا معي 4. كيف بدنا نجيب هذا الميند؟ نكبس هون المرقي هي. فا اوكي رقيت هلا صار عندي 5. نجيب هاد اللي ما بعرف شو اسمه نجيبه، اوكي. وهلا صار فينا رقي نقوي قوتنا اكثر. خلينا نشوف مثل ما شفتوا قرب شوي لقدام. طيب بدنا نقربه كمان لسه زياده منرقي هي اللي جبناه هذا لازم نرقيه. طيب خليني اجمع لي كمان زياده من هي نجيب 5 لان محتاج 5 حتى نرقيه. ورقي لسه مره وخلينا نشوف قوتنا كيف صارت هلا. اوكي قدم شوي لقدام معلش مقبول هلا. فما بعرف اذا بدي شيء اشتريه من عند هدولي ولا لا لان معي الكاميها ومعي ضربه خفيفه. فهدولي بدي اياهم مشان اقتل جيش فريزر. فما بعرف يمكن بدنا شيء ثاني من عند جوجو. خلينا نروح نمر لعند جوجو بعدين نروح على كوكب ناميك بيكون احسن. اوكي صحيح نسيت لكم انه هي المركبه اعطاني اياها بس قتلت بيجيتا ونابا بس انا ما فرجتكم اياها اتخليها لبعدين هلا صار وقتها. فمثل ما كنتم شايفين هلا هي بنحطها مروح على كوكب ناميك وعلى كوكب تاني ما بعرف شو هو بس راح نشوفه بالحلقات الجاية لسه لقدام كتير الظاهر. اوكي هوني مثل ما انكم شايفين صارت الماركة ضد بيجيتا. خلينا نطفي التيربو مود حتى تشوفوا اكتر. شوفوا بيجيتا شو عامل هونيك، شايفين هداك الجبل كان كويس هيك حتى سوا حفرة كل هالقد، وهديك كمان وهديك وحتى هذا الجبل اللي هون ما سلم كمان وهونيك في جبل لسه كمان شال نصه. فكانت معركة كتير قوية ضد بيجيتا، يعني لسه هذا كتير ضعيف اضعف من فريزر. شوفوا حتى هونيك شوف كم هي على اغلب لا بس انه شوفوا شو عامل. فبيجيتا هو ضعيف هيك صار كيف لكن بس نقاتل فريزر. فلازم اقوي قوتي اكثر من هيك. معي 4000 هلا بس ناخذ شيء من عند جوجو بشوف شو بدي طور. اكيد رح طور الهيلث ورح طور القوه كمان زياده مشان نحسن نعمل الكاميها اقوى بزياده. اوكي وصلت على بيت جوجو واخيرا مثل ما كنتم شايفين. في شيء اسمه فيوجن ما بعرف الصراحه شو بيعمل بس قالوا انه مهم. انا شفت على اليوتيوب قال انه الفيوجن مهم فخلينا نشوفه. ما بعرف اللي بيعرف شو هذا الفيوجن يكتب تحت بالكومنتات. فاوكي جوجو ثواني خلينا نجيب المند زياده لان ما في عندي. هاي 5 فيوجن. اوكي ليش ما فيني اخده؟ طيب ما فينا ناخذ الفيوجن مثل ما انكم شايفين. في كيفيس ما بعرف شو بتساوي هاي. هات نشوف. اوكي فصحيح نسيت عند بيجيتا هونيك بالمقر هونيك بيعطيك شيء داش. انا رايح اخذ الداش مشان من بعد عن المهارات اذا اجى حدا بده يضربنا. فهذاك ضروري كمان لازم اروح اخذه. اوكي وصلت مثل ما انكم شايفين. صحيح بدنا الداش بدنا 5 من هاي. اوكي بسيطه روحت كثير تي في بهذا الفيديو. اوكي خلينا نرقي هاد واعطيني الداش. طبعا شوفوا هلا الداش شو بتساوي. خلينا نطفي التيربو مود. اوكي بكبس كنترول شوفوا. اوكي حلو صح بيكون حد بده يضربني مثلا فريزر طلق الطلقه تبعيته بعد بهالطريقه اسطوريه صح. بس المشكله بتروح لي كمان من القوه تبعت الضربه هوني على الاصفر وما بتروح كثير طاقه صح. ما بتروح طاقه بالمره. اوكي وصلنا لهون صار وقت ان نروح على ناميك. بسم الله حط المركبه. شوفوا منظر خرافي صح. طلعوا على منظره. خلينا نلقط صوره للفيديو هيك. اوكي فخلينا هلا نروح. الكريبر فكرتي قرب علي ما قرب. نكبس هاي. اوكي اون شغلها. الايرث لا مو الايرث كيف بدي ابدل الايرث.
اوكي وصلت على كوكب ناميك مثل ما لكم شايفين عم بصير عندي دروبات معلش او ماي جاد المي خضراء طيب انا جوا المركب لساتني اوكي في ديناصورات كمان هونيك اوكي حلو خلينا المركبة اذا راحت ما عاد فينا نرجع الارض فخلينا ننزل شوي شوي بهالطريقة طيب خلينا نتمشى بالعالم بالمركبة بيكون امن واحسن اكتر طيب هونيك في شجر شكله يب شجر بس مو عادي ما فينا ناخذ خشب اوكي عادي في بيوت للناميكيين طيب معقول لازم نجمع كرات دراغون بول كمان بنفس الوقت ثواني ايه نسيت نفتح القصة وهلا وصلنا على كوكب ناميك مثل ما قال لي نكبس الكونتينيو الثانية طيب نقتل جيش فريزر 3-3-3 طيب خلينا مش نشيل الماركة تبعيتنا لان فينا نطير اصلا كيف بدي اشيلها اوكي انشالت حلو طيب بس اول شيء بدي استكشف البيوت تبعيت الناميكين فيهم يبيعونا شيء اتوقع انه بنحسن اوكي هذا الزعيم تبعيتهم ظاهر ثواني بس حط لها تبعيت الطاقة اوكي وشغلها اوكي شغلتها هاي بتقلك وين المحل الطاقة هذا اللي طاقة اوكي وهي بتقيس الطاقة اوكي يا سلام هذا اوتو 700 حلو الديناصور قديش اوتو اوكي الديناصور 500 اقوى من تبعية الارض طيب هذا ما بيبيعنا شيء ما بيبيعنا شيء طيب فهلا اللي بدي اياه اوكي انه جيب جيش فريزر وقتله بس هذا الديناصور ليش اوكي ديناصورات كتير هوني اوكي يلا بلش السوبر سيان اوكي بيطول ليش بوم صرنا سوبر سيان يلا قوتنا هلا مثل ما كنتم شايفين صارت اقوى حلو والهيلس عندنا تمام طيب يلا صار وقت انه نجيب جيش فريزر طبعا لسه فينا رقي لا ما فينا طيب بسم الله ضربت بس واحد اوكي خليك حبات الضرب ايه ما توقعت اوايا كل هالقد اوكي لا ما بصير موت قدام هدول ما بصير كيل كو اوكي اللي ما بيعرف شو هذا كو هذا قتله بجيتا باول مرحله ناميك
فهلا لازم نقتله نحن، فاكيد ما راح يعني هلا اقتله انا لان راح يكون صعب وراح يكون طويل، فنخليه للي فيه الجاي. بكون اليوم ساوينا المهمه تبعيت انه نروح على ناميك، وساوينا المهمه الثانيه لو هي نقتل الجيش فريزر. فمثل ما انتم شايفين هذا هو كان كل الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنسوا بلايك والاشتراك. كان معكم مجد، مع السلامه.